مشاهدينا الافاضل، لا زال السحرة والمشعوذون يمارسون هذه الالاعيب والخرافات التي لا تجدي نفعا سوى الضحك على الدقون واستغفال البسطاء والسفهاء من بعض المواطنين الذين لا زالت تسيطر على عقولهم وافكارهم مثل هذه الخرافات، وذلك ولا اقل. وفي هذا الاتجاه تمكن اعضاء الغرفه الامنيه التابعه لمديريه الامن العام سبها من ضبط مجموعة من العمالة الوافدة يمارسون حرفة الشعوذة والسحر بالطريقة المعروفة لديهم من خلال استعمال بعض الأدوات الخشبية والقوارير الفخارية وبعض المواد السائلة والملونة باللون الأصفر الذهبي لإيهام العناصر الذين يترددون عليهم بأنهم قادرون على اكتشاف الكنوز وشفاء المرضى وتحقيق الآمال والطموحات. وبعد التحقيق مع هؤلاء العناصر اعترفوا بمزاولتهم لهذه الخرافات من الشعوذة والسحر. وفي الوقت الذي نقدر فيه جهود الأجهزة الأمنية لمتابعة ومحاربة هذه الظواهر السلبية التي لا زالت تمارس بين المواطنين في بعض المناطق من الجماهيرية، فإننا نلفت انتباه الإخوة المواطنين إليها وعدم التعامل معها باعتبارها غش ونصب واحتيال.